تعاطف عربي مع أنور الغازي بعد فسخ عقده في ألمانيا لدعمه فلسطين. سفير فلسطين في لبنان: نقدر موقف الرئيس السيسي برفض تهجير أبناء شعبنا. السلام عليكم. لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. تعاطف عربي مع أنور الغازي بعد فسخ عقده في ألمانيا لدعمه فلسطين. حظى اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي بتعاطف كبير من المتابعين العرب على مواقع السوشيال ميديا وفي الدوائر الرياضية بعد فسخ نادي ماينز الألماني عقده بسبب منشوراته المتضامنة مع فلسطين حسب بيان النادي الجمعة. وكان اللاعب قد أعلن دعمه لفلسطين في منشور بتاريخ 12 من أكتوبر تشرين الأول الماضي على منصة إكس، وكتب أن الفلسطينيين يعانون منذ 70 عاماً وطالب بحلول تحقق العدالة للجميع، ومن ثم ظهر رافعاً علم فلسطين. ونشر اللاعب كذلك تدوينة دان فيها قتل المدنيين أياً كانت جنسياتهم من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، الأمر الذي اعتبره النادي في تدوينة على إكس تراجعاً عن موقفه السابق. يعود اللاعب وينشر تدوينة طويلة يوضح فيها تعاطفه مع ضحايا غزة وأنه لم يتراجع عن موقفه الأول كما ادعى البعض. وعلق الغازي على فسخ عقده عبر تدوينة على إكس قال: قف مع الحق حتى لو ستقف وحيدا، خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء والمستضعفون في غزة، أوقفوا القتل. سفير فلسطين في لبنان: نقدر موقف الرئيس السيسي برفض تهجير أبناء شعبنا. قال أشرف دبور سفير فلسطين لدى لبنان إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية والمنازل في قطاع غزة دون مراعاة حقوق المدنيين طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية متطرفة ولا تحترم القانون الدولي. أضاف دبور في حوار خاص للقاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث دمر 40% من القطاع خلال 3 أسابيع فقط، مشددا على رفض بلاده أي خطط تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود خطط لتقسيم المسجد الأقصى وبناء قبة الصخرة. وأعلن سفير فلسطين لدى لبنان عن تقدير بلاده إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفضه فكرة تهجير الفلسطينيين، كما ثمن الموقف الأردني الرافض لفكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وذكر دبور أن الحكومات الأوروبية تساند إسرائيل في مجازرها بقطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودون أي شروط وفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين. قالت صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية أنه وقد قتل ما لا يقل عن 27 صحفياً فلسطينياً في قطاع غزة منذ بداية الحرب على يد الإسرائيليين، والذين كان آخرهم مراسل التلفزيون الفلسطيني محمد أبو حطب في قصف إسرائيلي على منزله. وأشارت الصحيفة إلى أن محمد أبو حطب استشهد مع أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزله في خان يونس الذي أدى إلى 11 قتيلاً. وأفادت وزارة الصحة في غزة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 9,000 شخص معظمهم من المدنيين. في هذا السياق طالب الاتحاد الدولي الصحفيين الميدانيين في القطاع باتخاذ الاحتياطيات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب للتغطيات من دونها. وبحسب مسؤول مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود جونثان داغر، فإن الصحفيين الذين يغطون الأحداث الجارية في غزة ميدانيا يتعرضون إلى تضييق للخناق ومحاولات لثنيهم عن القيام بعملهم تبلغ أحيانا حد القتل كما حدث لعشرة منهم، إلى جانب المخاطر الخطيرة للغاية والمتمثلة في إطلاق النار والغارات الجوية. فإن هذا الصراع يحفز أيضا الاعتداءات على الصحفيين خارج الخطوط الأمامية. وفي هذا السياق توصلت الأبحاث التي قامت بها لجنة حماية الصحفيين إلى وقوع أكثر من 10 حوادث اعتداءات واعتقالات وتهديدات وهجمات إلكترونية وفرض رقابة على الصحفيين وأثناء قيامهم بعملهم في إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة في غزة والضفة الغربية.
التعاون الإسلامي ينعي مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب وأسرته. تقدم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بخالص العزاء والمواساة في استشهاد المراسل الصحفي لتلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب وأسرته الذين ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة. وعرب عمرو الليثي من خلال لقائه عبر شاشة التلفزيون الفلسطيني عن خالص عزائه لأسرة الإعلامي العربي والفلسطيني منددا بتلك الجريمة النكراء وقتل الكلمة الحرة التي تتمثل في استشهاد المراسل أبو حطب وأسرته، متمنيا من الله أن يرحمه وأسرته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر. ويأتي استشهاد المراسل أبو حطب في إطار استمرار العمليات الإسرائيلية الإرهابية لقتل الإعلاميين والمراسلين والتي تهدف إلى طمس الحقيقة وقصف المدنيين والأبرياء بالأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن نصر الله: طوفان الأقصى فلسطينية 100% والسرية المطلقة ضمنت نجاح العملية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن إخفاء عملية 7 أكتوبر لا تأثير له مطلقا على أي من جبهات المقاومة الأخرى، والسرية المطلقة هي التي ضمنت نجاح عملية 7 أكتوبر الباهر من خلال عامل المفاجأة، مشددا على أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100%. وأضاف حسن نصر الله في كلمة عرضتها قناة القاهرة الإخبارية أن ما حدث في غزة كان لابد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم، وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، مؤكدا أن أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا. وأوضح حسن نصر الله أن هناك مخاطر عديدة تهدد الضفة الغربية في ظل مشاريع الاستيطان الجديدة والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب ما يحدث مع الفلسطينيين من ظلم واضح؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.